مساء الخير، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. العيد خلص، تعبنا من الكحك والبسكوت والاكل الكتير. النهارده أخير هنهضم بقى، تمام؟ النهارده ماكسي معانا ايه بقى؟ ماكسي ماكسي، مشروب غازي مصري لقيناه في السوق كده بالصدفه، فقلنا ايه نجربه معكم. اوكي ايوه، معانا ايه؟ اربع اطعمه. اول حاجه ماكسي كولا، كولا، برتقال، ماكسي برتقال، ماكسي ليمون اخضر، وماكسي اناناس مشروب شاير، تمام كده؟ العبوة دي 400 ملي وسعرها 12 جنيه، تمام؟ نجرب حاجة كولا؟ اجل، جرب الكولا المفضل لدي. يبقى معانا ماكسي كولا صناعة مصرية. يا رب ما يتفجرش. يلا هات كوبايتك. أخيرا. يلا بسم الله، حط لك شوية اهو. فوق لونه أبيض وتحت ده براون. الصوت. يلا بسم الله. صودا 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 صودا. لا مش حلو خالص، عجبني. في طعم كده غريب، اللي هو بتاع المشروبات الغازية ايه المصري المضروب. لا في طعم كده مش لذيذ. تقييم 10 من 10. تجربة صادمة. انت ايه اللي 10 من 10؟ 10 من 10؟ اه. انت عجبك؟ اه. ماشي. سبحان الله. بس انا رأيي الشخصي لا، يعني سيء جدا. هو اصلا كولا كولا. تمام. خش على تاني حاجة. برتقال. ماكسي برتقال. ماشي. نجرب. قلت لك اهو في كوباية تانية اهو. نمبر 1. اتفضل. مفيش صودا عندي. هنشوف وندوق. حلو بس هو برتقان برتقان. ده حلو، طعم برتقان واضح جدا فيه. تيشو. الصودا نص ونص. تيشو بليز. ايه رأيك؟ حلو. تالت حاجة معانا ماكسي ليمون اخضر. ماشي يا يويو. كنت هقول اخضر. اهو نجرب برضه. الغطيان هي نفس الشركه بنت اللذينه دي، تمام. ادي الكوبايه، حط اليويو. اتفضل. لا لونه ابيض، انا كنت فاكر اخضر عشان شايف جوه اخضر. يلا دوق وقول لي بقى. طعم الليمون برضو باين فيه، بس بالنسبة لي في حاجات كتيرة أحلى منه. وحشة. طعم الليمون. فيعني والصودا ضعيفة. لا يعني لغاية دلوقتي أحسن حاجة بالنسبة لي أنا البرتقال. أنت أحسن حاجة بالنسبة لك إيه؟ الكولا. الكولا. كولا كلولا. تمام. آخر حاجة معانا ماكسي أناناس شعير. شعير. تمام. نفتح ونجرب آخر حاجة. يلا يا يويو، اخر كوبايه معانا. يويو يا يويا، احط لك شويه اهو. يلا يا عم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا في طعم غريب زي كل مره. هو طعم اناناس واضح، بس الصودا ضعيفه جدا زي كل مره. مش عارف يعني، مشروب على قده جدا 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 جدا. تقييمك ايه يا استاذ يويو؟ 10 من 10. ليه ايه بقى؟ الكولا. الكولا. انا تقييمي يعني هيبقى ضعيف ليهم كلهم، ما عدا يمكن البرتقال اعلى سنه. لا مشروب محبط جدا بالنسبه لي، محتاج حاجات كتير عشان تتظبط. محتاج الصوت تتظبط، محتاج الطعم يتظبط، محتاج الافتر تيست يتظبط. لا وبصراحة يعني بالمستوى ده ما انصحش حد يشتريه. مش قادر اقول حاجة. بالظبط كده، بس كده. للأسف كان نفسنا نهضم ما هضمناش، وهندور على حاجة تانية نهضم بيها. نشوفكم في تقييم تاني. باي باي. باي باي. باي باي.